الزمالك هيسيب الماتش البيراميدز والدوري مش هيكون للأهلي، والفريق السماوي هيفضل في الصدارة. مفاجأة غير متوقعة بتكشفها عرافة سودانية عن مباراة القلعة البيضاء وبيراميدز. تعال نشوف ايه الحكاية. مباراة مهمة كمان ساعتها تجمع بين الزمالك وبين بيراميدز، واللي هتكون حاسمة في موقف الفريق السماوي، سواء من استكمال منافسة الأهلي على الصدارة ولقب الدوري أو الابتعاد عن المنافسة، خصوصا كمان إن الزمالك ابتعد عن المنافسة على الصدارة من قبل مباراة القمة انسحب منها. وعلشان كده مباريات الدوري بالنسبة للقلعة البيضاء تحصيل حاصل، والأهم بالنسبة له إنه يكون في المربع الذهبي وتحسين وضعه في الجدول مش أكتر. لكن طموح بيراميدز في مواصلة الصدارة والمنافسة، هيقابلوا رغبة الزمالك في الفوز وإثبات الذات في مباراة هتكون من العيار التقيل. وهنا كانت المفاجأة اللي كشفت عنها عرافة سودانية عن توقعها للماتش. العرافة قالت إن الزمالك هيسيب الماتش لبيراميدز وهيكون في متناول الفريق السماوي، ومباراة بيراميدز قدام الزمالك هتكون هي الحاسمة ونقطة انطلاق للفريق السماوي لحصد بطولة الدوري. وقالت كمان العرافة ان النادي الاهلي مش هيحصل على البطولة، رغم كل التوقعات ان الاهلي لو اتصدر جدول الترتيب مش هينزل ولسه عنده مباريات مؤجلة، وان الفريق الاقرب للفوز بالدوري خصوصا بعد الفوز على بيراميدز في الدور الاول والثاني. لكن العرافة شايفة ان البطولة هتكون لصالح بيراميدز في النهاية، والاهلي هيقع في اكتر من ماتش في الايام الجاية، وبعض الماتشات هتكون فيها نتائج غير متوقعة. مش بس كده، لكن كمان بحسب العرافة السودانية قالت ان هيكون في انتقادات كبيرة لاداء الاهلي واداء كولر، ولرغم النتائج الكبيرة اللي حققها مع الاهلي في الفترة الاخيرة لكن الاداء هيتغير. وتوقعت العرافة نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، وقالت النتيجة هتكون 3 اهداف لبيراميدز مقابل هدف من الزمالك، والماتش ده هيشهد على تألق رمضان صبحي اللي لسه راجع من الايقاف، وهيساهم في الاهداف اللي هيسجلها الفريق السماوي، وممكن يكون سبب في انه يسجل هدفين مرة واحدة. على الجانب التاني، مصادر في نادي الزمالك اتكلمت عن موقف مباراة بيراميدز وقالت ان الزمالك فريق كبير وكل ماتش ليه بيكون المكسب اهم حاجة بيسعى ليها، وان جوميز طالب اللعيبة بضرورة الفوز على بيراميدز في الماتش الجاي، ويحاول الفريق في الفترة الجاية انه يعلي اكتر في الجدول الدوري. وقالت المصادر كمان ان الزمالك ملوش علاقة بمين يفوز بالدوري، سواء بيراميدز او الاهلي، الزمالك بيلعب لاسمه وتاريخه، والجماهير عارفة ان الفريق مر بظروف صعبة من بداية الموسم، وان الدوري السنة دي ما كانش في حسابات الإدارة، لكن الأهم التركيز في الفترة الجاية، ويقدر الزمالك يدخل الموسم الجديد بشكل مختلف ويرجع من تاني لمنصات التتويج، خصوصا بعد حل الأزمات اللي بتواجه المجلس سواء المستحقات المالية أو قضايا الفيفا. لكن يا ترى هل الزمالك هيحقق الفوز على بيراميدز، ولا كلام العرافة السودانية هيتحقق؟ خلينا نشوف.